ضمن استعدادها لزيارة العاشر من محرم الحرام، عقدت إدارة العتبة العباسية المقدسة جلسة توجيهية مع قسم حفظ النظام وقسم بين الحرمين الشريفين لطرح بعض الوصايا والتوجيهات للمنتسبين في كيفية استقبال الزائرين في زمن جائحة كورونا لكونهم بتماس مباشر معهم. يكون هناك اجتماع مفصل مع الأخوة في قسمين، قسم بين الحرمين وقسم حفظ النظام، لغرض إعداد توصيات ومحاور متعددة وأعطاء ملاحظات. فحقيقة المحاور اللي ناقشناها اليوم هي محاور مهمة، هي عبارة عن خدمة الزائر، وهذا أهم محور الذي أطلق في هذا الاجتماع، محور بأنه احنا خدم حقيقة للزائرين الكرام ونكون دائما في خدمة الزائر. جلسة أجريت في قاعة الإمام الحسن عليه السلام في الصحن العباسي الشريف، شهدت تقديم شرح مفصل عن استقبال الزائرين وتقديم الخدمات لهم، إلى جانب مراعاة التدابير الوقائية في ظل تفشي جائحة كورونا. من ضمن استعدادات أقسام العتبة لاستقبال الزيارة ومواكب العزاء في العاشر من المحرم، كان أكو لقاء مع مجموعة من منتسبي الأقسام اللي هي لها علاقة مباشرة مع الزائرين. وضمن هذا اللقاء يعني كان أكو توضيح وتوجيه لكيفية التعامل مع الزائر مع المكان اللي هو العتبة العباسية المقدسة ومع صاحب المكان، استحقاقات هذه كلها لازم المنتسب يكون على وعي ودراية في كيفية التعامل مع هذه المعاني العظيمة الكبيرة. كانت التوصيات كما لاحظتوها أنه تخص أنه كيف يتحل المنتسب أو المسؤول تعامل مع الزائر، أن يتحل بضبط النفس، يتحمل الزائر مهما يكون، إذا صارت مشكلة يعتبر الزائر على حق، الزائر دائما إلى الأولوية وهو صاحب الحق مهما يكون. خدمة الزائرين شرف لنا، شعار اتخذته العتبة المقدسة بكل مفاصلها لتوصل رسالة إلى العالم أجمع أن الجود والكرم ينبع من أهل البيت النبوة عليهم السلام، وإن خدمتهم مستعدون في كل لحظة لاستقبال ضيوفهم.